كنت انت عايز الدستور الاسلامي لابد ان تكون عندك السلطه من الفهم والتقدير اللي ترفع بها مستوى التشريع ليكون قائم على ايات الاصول. هذا ما يسمى تطوير الشريعه. تطور الشريعه من ايات الفروع لايات الاصول. في المستوى ده يقوم الدستور الاسلامي وتكون فعلا في استجابه لحاجه المجتمع البشري كله. والإسلام هو اللي يكون عنده المقدرة ليوجد في جهاز واحد الاشتراكية والديمقراطية، ودي بطبيعة الحال مفقودة هسا. الشرق اللي فيه محاولة للاشتراكية مهزومة فيه الديمقراطية، الغرب اللي فيه محاولة للديمقراطية مهزومة فيه الاشتراكية. أما جهاز واحد، نظام اجتماعي سياسي واحد يقوم فيه النظام الديمقراطي والاشتراكي ما فيه، ودي حاجة البشرية بكرة، وتوجد في الإسلام، ما توجد في طريقة تانية من طرق التفكير غيره. لكن على أن نبعث نحن آيات كانت منسوخة لأنه وقتها جاء في الوقت الحاضر، ونعطل آيات قبيلك ناسخة لأن وقتها فات. الناسخ قبيل نسخ لأنه صاحب الوقت في القرن السابع، المنسوخ نسخ لأنه أكبر من مجتمع القرن السابع. يجي في وقتنا الحاضر المنسوخ ينبعث للعمل لانه بقى في مستوى القرن الحاضر اللي جليه وقبالك مدخر له، واللي قبالك عامل وكان ناسخ ينسخ لانه بقى دون مستوى حاجة المجتمع الحاضر. اذا كان احنا ما استطعنا ان نفهم قرآننا بالصورة دي، لا يمكن ان يكون في دستور اسلامي، ولا يمكن ان يكون للشعب ده خلاص من المأزق اللي هو مقابله في التضليل باسم الدستور، الا اذا كان انبعث الاسلام في مستواه الجديد، بعث من جديد في صدور الرجال والنساء. الاسلام ما موجود هسع في الناس. انت الواحد يستغرب انه اذا كان الناس ما بيعيشوا الاسلام كيف يعملوا دستور اسلامي؟ بيقدروا من وين يعملوه؟ وانا افتكر انه ما بتحتاج لفكر كثير لان نعرف ان نحن في الوقت الحاضر بنعيش على قشور الاسلام مش على لباب الاسلام. نحن بنمارس قشور العمل، بنمارس العباده، لكن الاخلاق ما في. والحقيقه العباده جات لتبعث الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، من اجل مكارم الاخلاق جاء بشريعه العبادات والمعاملات. لكن لما الناس يقوموا على قشور العمل ثم الاخلاق ما قايمه على قدم الاسلام، يبقى في الحقيقه الناس ما هن على الاسلام. فالاسلام هسع موجود في المصحف، والناس اللي بيتكلموا عنه ماذا ما بعيشوه ما بيفهموا، لا يمكن ان يجوا منه بالدستور، ودي العله. انا افتكر ان الاتجاه السليم بيكون بعد معرفه الحقوق الاساسيه اللي هي تنوير الناس بالاسلوب ده، دعوة الناس لبعث الإسلام فيهم. نحن مطلوب مننا أن نطبق الدستور الإسلامي فينا قبل ما ندعو له في دولتنا. أنت لا يمكن أن تعطي الناس شيء أنت فاقده. لا إله إلا الله نحن بنقوله، لكن بنقوله من الحناجر اللي فوق، ما متأثرة بها أخلاقنا. إذا كان نحن عايزين الدستور الإسلامي يقوم في بلدنا، أبعث الدستور الإسلامي فيك، خلي لا إله إلا الله تكون حاجة معاشة اتصف بها. التوحيد ما كلام بيقولوه، اتصاف، تخلق. حتى نبينا اجمل العباده كلها قال تخلقوا باخلاق الله ان ربي على صراط مستقيم. التوحيد اذا كان احنا مارسناه في الحقيقه بيبقى دعوه تحرر ودعوه مواجهه.